فضيلة الشيخ، يقول السائل: من هم الراسخون في العلم وما هي صفاتهم؟ وهل يشترط الرسوخ؟ الثبات، الرسوخ الثبات. الشيء الراسخ هو الثابت، راسخون في العلم هم الثابتون فيه، اللي عندهم معرفة وبصيرة ولا يستعجلون ويطيشون مع الطائشين، أو بل يكون عندهم ثبات وتروي وعدم استعجال، هؤلاء هم الراسخون في العلم. أما الطائشين والناس اللي ما تمكن العلم منهم، يكون عندهم عجلة، يكون عندهم طيش وحكم على الأمور بغير بصيرة. نعم.